تحلية رائعة اللي هي كيكة الكراميل، بزاف سهلة واقتصادية، راح تعجب كامل العائلة ديالك. أول حاجة درت 220 غرام تاع سكر يدوب على نار هادية، ضفت له 2 مغارف تاع زبدة، وراح ندير كأس تاع حليب مع 2 مغارف تاع مايزينا ونحطهم على هذاك السكر هكذا بالطريقة هذه، ونقعد غير نحرك. ونكمل نزيد له نصف كأس تاع الحليب ورشة تاع ملح ونخليه يعقد. موراها كان عندي كأس تاع كاكاو محمص ومرحية رميته على هذيك الكريمة وخليته على جهة. في غيسيبيون راح ندير 3 حبات بيض، كأس تاع السكر، رشة تاع ملح، كاس حليب دافي، وندرب بالفويه هكذا حتى يذوب لنا هذاك السكر. موراها راح نزيد له عطر الكراميل، نصف كاس تاع الزيت، وراح نضيف له الفرينه. درت الكاس الاول زدت له 1 كيس خميره حلويات، وراح نضيف الكاس الثاني بالتدريج على حسب الحاجه. في الاخير راح نزيد له مغرف صغيره تاع خل ابيض. الخليط ديالكم لازم يكون هكذا القوام ديالو. دهنت المول ديالي بالزبده وشويه تاع الفرينه، وحطيت هذاك الخليط ودخلته للفرن على درجه حراره 180 درجه. كي خرجته عملت له ثقوب هكذايا بالكردون، ورميت هذيك الكريمه فوق. تحبوا تشربوا الكيكه ديالكم بالحليب بشويه تاع كراميل عادي، زينتو بشويه تاع الكاكاو مع الكراميل. في الاخير نقول لكم شاهدكم في الجنه ان شاء الله بصحتكم.